والآن مشاهدينا الكرام مع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة الجولة الاقتصادية. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في العدد الجديد من مجلته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة، استعرض أبرز الخبرات الدولية والإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وتضمن العدد الإشارة إلى أن قرار وإقرار المناطق الاقتصادية الخاصة يعد خطوة فعالة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تمت الإشارة أيضا إلى الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق ودورها الفاعل في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيل ملائمة للأعمال كافة. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين في ختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 وما نسبته اي جي اكس 100 وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بما نسبته 2% ليصل ويحقق ما قيمته ويغلق عند 25344 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بما نسبته 1.52% ليغلق عند مستوى 5764 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 1.21% ليغلق عند مستوى 8250 نقطة. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% كنتيجة لخفض شديد في الأسعار من السعودية وزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. هذا وقد هبط خام برنت ب 4.2% أي ما يعادل 3.38 دولار إلى 75 دولار و38 سنتا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 4.7% أي 3.52 دولار ليصل إلى 70.29 دولار. قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قال إن الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو جيوسياسي، وحذر لومير من أن الصراع في الشرق الأوسط وتزايد انعدام الأمن في الممر الملاحي في البحر الأحمر ووقوع حادث في مضيق تايوان من شأنه أن يثير تساؤلات حول الاستقرار الدولي ويكون له أيضا تأثير دائم على التجارة العالمية. في ألمانيا أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر، وذلك مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي. أكد المكتب الإعلامي أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل الأوروبي 1.8%. أظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 20.4 مليار يورو في نوفمبر مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق. أغلق مزارعون طرقاً سريعة في أجزاء من ألمانيا من أجل بدء أسبوع من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل المستخدم في الزراعة لسد فجوة تقدر ب 17 مليار يورو في ميزانية 2024. وفي بعض المناطق استخدم المزارعون الجرارات لإغلاق طرق الدخول إلى الطرق السريعة، ويخططون للاحتجاج أمام بواب براندبورغ في برلين فضلا عن تنظيم سلسلة من المظاهرات الأخرى بالجرارات
في جميع أنحاء الدولة الألمانية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرتنا نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع الزملاء يوسف ونهى. شكرا لك مصطفى.